عسلامة ومرحبا بكل متابعينا ومتابعاتنا من داخل تونس ومن خارج تونس. مرحبا بكل الأصدقاء والصديقات الأوفياء للصفحة والأوفياء لنقاطنا الإخبارية والتحليلية والتنويرية المتواصلة. الحقيقة ما نجموش نغيبوا برشا، لأنه في ظل التعتيم الإعلامي والتوجيه الإعلامي وتوجيه الرأي العام الممنهج، دونك يلزم نطلعوا ونردوا ونجاوبوا، ويلزم ننوروا توانسة، ويلزم نحطوا النقاط على الحروف. وكيف كيف ديما نقول معناتها il faut mettre en lumière ولا sous lumière beaucoup de sujets اللي هما على غالب معناها يتعمد تغييبهم في المنابر الإعلامية. به الحلقة متاع اليوم باش تكون حلقة نوعا ما مطولة كما قلت، لأنه التنوير لازم معناتها يتواصل، ما يلزمش نقفه، ما يلزمش نقصوا رغم كل أنواع الهرسة اللي قاعدة تصير لنا، لكن ما يلزمش نقفه، ما يلزمش نسكتوا، وما يلزمش يفو با بيسي لي بغا. دونك يلزمنا نواصلوا ومواصلين في خطنا ومواصلين في تنويرنا وفي فضحنا لكل ما يحاك ضد بلادنا وضد شعبنا وضد الوطنيين في بلادنا. به الحلقة متاع اليوم باش نأثوها على 5 مواضيع. دونك باش جوست نعطي شنو هي المواضيع اللي باش نحكيو فيها بالترتيب، باش الناس اللي تتبع فينا تبدا فاهمه دو كوا يساجي على شنو باش نحكيو الليله. دونك كالعاده الموضوع على يلزم الى اهميه عظمى وكبرى اليوم، موضوع المظلمه اللي تتعرض لها رئيس الحزب الدستوري الحر الاستاذ عبير موسي. دونك ما نجموش نعملوا حلقه تنويريه او اخباريه او اي حلقه من الحلقات المباشره من غير ما نحكيو على هذا الملف الشائك والحارق، وملف المظلمه اللي في اعتقادي ترتكبها الدوله التونسيه يوما بعد يوم في حق زعيمه حزب سياسي وفي حق امراه تونسيه محاميه مباشره تتعرض لشتى انواع التنكيل والهرسله المتواصله. ولا الحقيقه ما لقيناش حل معناها غير ان نواصلوا الفضح، غير ان نواصلوا الضغط، الا بقدره ربي، بقدره ربي في اقرب وقت باش يجيب نتيجه كبرى، وسيفرح العديد من التونسيين بنتيجه الضغط اللي قاعدين تقوموا به هذا ولا قاعدين نقوموا به توا على المواقع التواصل الاجتماعي، على ارض الواقع، على المنابر الاعلاميه والتلفزيه باختو. دونك المواضيع اللي باش نحكيو فيها تباعا، دونك باش نحكي على الوقفه اللي صارت اليوم نص النهار امام مقر الامم المتحده اللي نظموها نساء، نظمتها نساء الحزب الدستوري الحر. دونك وقفه شموخ، وقفه عز، وقفه انفه، رغم الطقس الممطر، رغم البرد، رغم كل الظروف اللي تعرفوها انتوما اللي تحف بالتحركات الحزب الدستوري الحر ديما، لكن كانت وقفه مشرفه. وهنا باش نعدي لكم بعض المقاطع من البث المباشر لهذه الوقفه. هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني باش نحكي على الفصل 72 اللي بموجبه تم احاله الاستاذه عبير موسي. الفصل الشهير هذاك اللي يضحك بارابور للشيء اللي ريناه معناها قدام مكتب ضبط قصر الرئاسه. دونك باش نحكيو عليه وباش نوريوكم كيفاش يا جماعه، هذوما باش نحكيو عليه من الجانب القانوني. هذه حصه تثقيفيه لبعض الاعلاميين والكرونيكرات اللي قاعدين يتكلموا كل يوم مش فاهمين فاش قاعدين يقولوا. دونك هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث باش يكون حوار حصري وخاص مباشر مع نجل او ابن المرحوم الشهيد جيلاني دبوسي، دكتور جيلاني دبوسي، اللي تم اغتياله وقت حكم الاخوان، ولا اقرت الامم المتحده كونه تم اغتياله وورطت الدوله التونسيه انذاك في عمليه اغتيال جيلاني دبوسي. سامي دبوسي ابن سي جيلاني دبوسي الله يرحمه وينعمه باش يكون حاضر معنا على المباشر من بعد، باش نحكيو معاه على تفاصيل القضيه هذه وتفاصيل التقرير اللي نزلته الامم المتحده، وكيف كيف باش يقول سي سامي الدبوسي انه يلزم يرجع جميل الاستاذه عبير موسي اللي فتحت ملف والده ولا واجهتهم في 10 دقائق تاريخيه تحت قبه البرلمان وقت اللي كانت تترأس كتله الحزب الدستوري الحر تحت قبه البرلمان، واجهتهم في وجوههم وتتفكروا كالمشهد هذاك الذي لا ينسى متاع عبد اللطيف المكي وقت اللي تحكي على قضيه الجيلاني الدبوسي وهو يضحك، غزرت له في عينيه وقالت له زيد اضحك يا عبد اللطيف المكي، هاو عدد القضيه وفتحته على المباشر، هاو عدد القضية نتاعك، وهاو هاو هاو كل شيء. دونك هذه التفاصيل كل باش نحكيو فيها مع سي سامي الدبوسي بعد قليل. دونك الموضوع الموالي الرابع اللي هو باش نحكيو على مسألة زيت الزيتون وتسعيره، من عدم تسعيره، شنو اللي يتقال من طرف الدولة التونسية بشكل رسمي، وشنو اللي قاعد يصير بشكل غير رسمي، وشنو اللي قاعد يصير ريالمون على أرض الواقع. دونك باش نعملوا مقاربة صغيرة نحكيو فيها كيف كيف على المسألة هذه. وأخيرا وليس آخرا باش نحكيو على فضائح الترشحات لما يسمى الانتخابات هذه المحلية والجهوية والإقليمية. إلا لليوم هاو ثاني يوم في الحملة الانتخابية، مارينا حتى مظاهر متاع حملة انتخابية، ولا تسأل ويقول لك شنو حكاية الانتخابات
الانتخابات وشنية الانتخابات هذه. باش نوريكم عينة شفتوها برشا منكم شافوها من مستوى المترشحين لهذه الانتخابات. لكن قبل هذا الكل دونك حبيت في انتظار يتلموا انصارنا ويتلموا متابعينا في هذا البث الحي، نبداو الانترودكسيون باغنيه خالده اعتبرها لمحمد بوسته، الفنان الكبير محمد بوسته المغيب اعلاميا لانه عنده قضيه وطن وشايلها على عاتقه كما نقولوها، واغانيه كلها اغاني ملتزمه واغاني وطنيه، اغانيه الاخيره كلها اغاني ملتزمه واغاني في صلب الموضوع واغاني وطنيه وفي الصميم، في الصميم يعني ما في صميم الحدث وفي قلب الحدث. دونك غنيته الشهيره الخونه، الخونه يا يما باعوا البلاد، نشوفوا هالدقائق نتاع اغنيه الخونه ثم نعود لنواصل الحلقه التنويريه المباشره الحاليه. نتفرجوا مع بعضنا على الاغنيه وهنا راجعين. للفنان الرائع والكلمات الراقية محمد بوستة في أغنية معبرة للواقع التونسي تعملت عندها سنوات لا محالة، وغناوها نواب الحزب الدستوري الحر تحت قبة البرلمان في وجه الخونة تحديدا. محمد بوستة المغيب إعلاميا، هذاك علاش كل حلقة إن شاء الله باش نهبطوا أغنية من أغاني محمد بوستة في جينيريك في البداية أو في النهاية، كيف كيف في النهاية عندنا أغنية أخرى حلوة برشا باش تكون منسجمة مع محتوى الحلقة هذه، المرأة التونسية، المرأة التونسية اللي قدمها يوم 13 أوت نختموا بها الحلقة هذه من بعد. دونك حبيت ساعة قبل ما ندخل في المواضيع اللي باش نحكيو فيهم اليوم، حبيت أن نشكركم على عدد المشاركات وعدد المشاهدات المشرف لكل الحلقات المباشرة اللي قاعدين نقوم بها لتنوير الشعب التونسي ولإعلاء صوت الحق، لأنه رغم الهرسلة ورغم المضايقات تعرفوا إلا ولينا في عديد المناسبات ممنوعين من البث الحي من الصفحة متاعنا، تعرفوا إلا احنا ممنوعين من برشا وسائل إعلام، تعرفوا المضايقات اللي تصير على الإعلاميين اللي يستضيفونا، تعرفوا هذا كل حكينا فيه
مرارا وتكرارا، وتعرفوا كل العراقيل اللي قاعدين تعرضوا لها يمنعوا البث المباشر، نهبطوا فيديو معناها عاديه تقع مشاهدتها من طرف عشرات الالاف، اللي هي حاجه براتيكمون مستحيله، معناها كي تهبط فيديو نورمال ماهيش لايف ولا حاجه باش توصل تعمل لك 2000 بارتاج، فهذا حاجه مستحيله. انتم عملتوا المستحيل فعلا لتنوير الشعب التونسي. وحبيت نعرج كيف كيف على مظهر من مظاهر الهرسله والتلاعب بعدد المشاهدات من طرف ما نعرفش شكون، خاطر اداره الفيسبوك قداش من مره راسلوها تقول لنا راهو معنا حتى دخل بالنسبه للفيديوهات نتاعك، لانه الباج نتاعك تحترم لي ستاندار اونتر كيومي نتاعهم هما لي ستاندار لا كوميونيتي فيسبوك. دونك الله اعلم منين جاي الضرب هذايا، شكون يتحمل مسؤوليته. نعطيكم مثال بسيط، لي دو لايف الاخرانيين اللي عملناهم، لايف نتاع اولامس نهار الجمعه ولايف واحد اخر قبله تقريبا نهارين، نهار الاربعاء ونهار الثلاثاء، الا عملوا فوق ال 2000 بارتاج. دونك كل واحد فيهم عمل فوق ال 2000 بارتاج، واحد منهم عامل 9500 تعليق، يعني 9500 بشر علق على الفيديو هذاك، والنمبر دو فيو قداش؟ 13000 مشاهده، اللي هي حاجه مستحيله حتى ستاتيستيكمون بارلون، مستحيله مستحيله انه فما فيديو يقع فيه معناه يعلق عليه 9000 اكثر من 9500 بشر ويتشاف من طرف 13000 بشر ويتبارتاج تقريبا 2400 بارتاج. دونك كيفاش تصير المعادله هذه؟ الله اعلم. دونك فما تلاعب واضح ومفضوح بعدد المشاهدات، لكن عدد البارتاج وعدد التعليقات ما ينجموش، مازالوا الحمد لله ما ينجموش يتلاعبوا به. دونك تفضحوا هما، تفضح امرهم. دونك واصلوا هكاك في اللي لايف نتاعنا، بارتاجيو قد ما تنجموا في صفحاتكم، في مجموعاتكم الخاصه، اون بريفي لاصحابكم، في بروفيلاتكم، بارتو بارتاجيو، خليوا الكلمه توصل. ما يهمناش فيهم عدد المشاهدات اللي باش يتسجل، يكفي اني نشوف فيديو فيه 9500 تعليق وفي 2400 نشر بارتاج، دونك يكفي، ما يهمنيش. و3000 جيم ولا قداش، ما يهمنيش البقيه، ما يهمنيش عدد المشاهدات ظاهر قداش باش يكون. كان ما جاش فما تلاعب، فيديو كيما هذاك في 9500 كومنتير تلقاه عامل 150000 مشاهده. دونك حتى باش نحكيو احصائيا معناها معروفه هذه، ما تستحقش تفكير كبير ولا تفسير كبير. دونك واصلوا في نشر المعلومه هذه، واصلوا في نشر التنوير نتاعنا، ما نكتفوش يدينا، ما نقعدوش نتفرجوا فيهم. نتعداو مباشره الى الجزء الاول من هذه الحلقه. دونك الجزء الاول اللي باش نحكيو فيه هو موضوع ذو راهنيه قصوى، به موضوع الوقفه الاحتجاجيه اللي قامت بها نساء الحزب الدستوري الحر اليوم منتصف النهار امام مقر الامم المتحده بتونس العاصمه. دونك الوقفه هذه عندها برشا ابعاد، وانتم تعرفوا ان الحزب الدستوري الحر هو حزب فعل وليس حزب قول او حزب كلام فضفاض ومطاط. كيف قال الحزب الدستوري الحر؟ ماناش مسلمين في رئيستنا، وماناش مسلمين في المظلمه اللي تعرضت لها، ولن يهدأ لنا بال الا لما تحرر الأستاذة عبير موسي من سجن الظلم، فهو حزب فعل وليس حزب أقوال. اليوم تتجمع مئات النساء الدستورية في ظرف معناها مناخي كما اليوم، دونك طقس شفتوه كيف نوى، برد مطر، رغم كل هذه العراقيل، يوم أحد المفروض المرأة التونسية باش تكون لاهية بصغارها، باش تكون لاهية بدارها، باش تكون لاهية بكذا، لكن النساء الدستوريات كنا على مستوى عالي من المسؤولية وعلى مستوى عالي من الانجاجمون، عندهم انجاجمون اليوم ظهروا للسلطة وللشارع وللعالم بأسره وللأمم المتحدة أمام عقر دارهم. دونك اليوم المرأة التونسية رافضة للوضعية بصوت عالي، رافضة للوضعية اللي تمر بها الأستاذ عبير موسي، رافضة للتنكيل اللي قاعدة تتعرض له رئيسة الحزب الدستوري الحر، رافضة لكل الهرسلة الممنهجة لإخراس صوت الحزب الدستوري الحر وللقطع مع هذا الحزب، أو ربما انتهاء الدعوة لانتهاء الحزب الدستوري الحر كفكر، كمنهج، كبرنامج، كمشروع، كرؤية استشرافية، كقضية وطنية يتوارثها التونسيون أجيال بعد أجيال. اليوم المرأة التونسية، المرأة الدستورية كانت على موعد مع التاريخ، وقفة سيسجلها التاريخ في تونس. أنا باش نعدي لكم منها بعض المحطات وبضع دقائق باش تشوفوا النساء الدستوريات والشعارات التي رفعنها اليوم أمام مقر الأمم المتحدة. الرسالة قوية، الرسالة للمنتظم الأممي وللعالم بأسره قوية برشا. نذكر كون الأمم المتحدة هي معناتها منتظم أممي تونس منخرطة فيه، تونس موقعة على اتفاقيات دولية فيه، دونك ليس استقواء بالأجنبي، وبالعكس الشعارات اللي ترفعت اليوم تؤكد، مش نقول تورط، تؤكد، ومما لا يدع مجالا للشك.
كونه النساء هذوما يحملوا المسؤولية للمنتظم الأممي وللأمم المتحدة، الراعية لحقوق الإنسان ما بين معاقفين، والراعية لحقوق المساجين، وضد العنف ضد المرأة، وما نعرفش شنو. اليوم أكدوا لها النساء الدستوريات أن تلك المبادئ التي تتشدق بها المنظمات الأممية والمنظمات الدولية ليست إلا شعارا فحسب، لأنه ما يقع للأستاذة عبير موسى، وتم مراسلة الأمم المتحدة والمنتظم الأممي إلى تونس عضو فيه، تم مراسلتها بالوضعية وبكل التفاصيل اللي قاعدة تصير لرئيسة الحزب الدستوري الحر، لكن لا من مجيب. وزارتها كما قلت لكم أو لامس حصريا، زارتها أو لامس الرابطة متاع حقوق الإنسان كيف كيف، ما فما حتى شيء بعدها، حتى سويفي. دونك اليوم أكدت المرأة الدستورية كونها قاعدة تحارب وتناضل وحدها من أجل الحرية، من أجل الديمقراطية، من أجل إرساء قيم الديمقراطية وقيم المساواة بين المرأة والرجل، وقيم التنديد والاستنكار للعنف اللي قاعد يسلط ضد المرأة التونسية. إكزامبل كبير اللي هو الأستاذة عبير موسي. نتفرجوا على بعض المشاهد وهنا راجعين. مات الحمى يا حماة الحمى، هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن. تحيا الوطن. مقاطع الحقيقة مشرفة ومشاهد ما نجمو كان نحييو نساء تونس اللي خرجوا اليوم، ما نجمو كان نحييو عائلاتهم، لأنه كما تعرفوا هذه تضحيات كبيرة برشا اللي قاعدة تقوم بها نساء الحزب الدستوري الحر مناصرة لرئيستهم. والرسالة قوية للأستاذة، وأكيد سوف تصل غدا للأستاذة حين زيارة هيئة الدفاع، أعضاء هيئة الدفاع لها إن شاء الله، والزيارات العائلية اللي باش يقوموا بها عائلتها، سوف تصل هذه الرسائل للأستاذة عبير موسي وليزيكو اللي قاعدة تصير لكلها باش توصل لها. واليوم العدد هذاك عدد مشرف ومشرف جدا من نساء وطنيات حراير البلاد هذه، مسؤولات عن مسير البلاد هذه، ومسؤولي انه باش تحكي على مسؤوليه تجاه بلادك. اذا كان انت حزبك ما لقاش فيك الخير، او المراه اللي ناضلت ولا علات رايه الحزب هذايا وعلات رايه تاريخ تونس اللي يحبوا يتمسوه ما تقفش معاها في وقت المحنه هذه، فانت غير مسؤول على بلادك. دونك اليوم اثبتت نساء تونس ونساء الحزب الدستوري الحر انهم على موعد جديد
مع التاريخ، وأنهم مع موعد جديد على مع تحمل المسؤولية التاريخية الكاملة لما تمر به بلادنا العزيزة تونس. هذا فيما يتعلق بالجزء الأول متاع الوقفة النسائية اللي وقعت اليوم أمام مقر الأمم المتحدة. نتعدى للملف الثاني اللي هو الفصل 72 الذي أحيلت من أجله الأستاذة عبير موسي. تعملوا اون بتيت ريشيرش على جوجل، تشوفوا الفصل 72 اللي يقول لك هذاك الاعتداء على الدولة، الهدف منه أو القصد منه تبديل هيئة الدولة وتحريض المواطنين بعضهم على بعض بالسلاح وكل كلام هذاك كل حكاية. هذا الفصل يعود إلى 1913، معناها ما وراء الوراء. وإحنا اليوم أعلى هرم في الدولة يتكلم على القطع مع المنظومات السابقة والقطع ولا عودة إلى الوراء وماشيين القدام. إذا كانوا يحكي على العشرية السوداء لعودة إلى الوراء فهذا مش من العشرية السوداء. إذا كان يحكي على الفترتين الذهبيتين اللي تعادت بهم تونس اللي هما فترة الحكم البرجيبي وفترة بن علي بكل هيناتها، فهذا يظهر لي قبل الاستقلال. احنا تعرفوا وقتاش استقلينا، والفصل هذايا عام 1913 عملوا المستعمر ليعدم به المقاومين والمناضلين والفلاجة ومناضلي الحركة الوطنية إلا سعوا لتحرير تونس من المستعمر والاستقلال للبلاد ذي. دونك الفصل هذا اللي يرجع ل 1913، يعني من القوانين البالية التي أكل عليها الدهر وشرب، إلا ما تنقحش، إلا ما تبدلش، إلا ما فماش إرادة لتبديله، لم فما حد شيء. دونك مع أنه لا يتطابق مع قضية الحال متاع الأستاذ عبير موسي، لكن اليوم ما عادش عندهم حق يحكيوا متاع لا عودة إلى الوراء، ما عادش عندهم حق يحكيوا على الأزلام والنظام البائد والعشرية السوداء ولا قبلها وندرى شنو وكل عقود هذيك البالية وكل كلام المطاط الشعبوي المقيت إلا لا يسمن ولا يغني من جوع مع الشعب التونسي اليوم. دونك ما عادش عندهم حق يحكيوا على الشعارات هذية، لأنه هما رجعوا باش يحاكموا عبير موسي بنفس القانون اللي كان المستعمر يحاكم به مناضلي الحركة الوطنية. شوفوا محلها الصورة محلها الميتافور اللي هي ريال، ماهيش ميتافوريك، معناها بالحق سي ريال. هذا الواقع اللي قاعدين نشوفوا فيه. مام قالوا الفصل 72 أحالوها من أجله. هاو الفصل 72 وقتاش تعمل ولأجل ماذا تمت صياغة الفصل هذا وتمريره والمصادقة عليه ولا صادق عليه باي من البيات، صادق باي تقريبا. تنجموا ترجعوا تثبتوا في الجوجل تلقاو كل شيء. دونك قانون بالي من 1913 يحكيوا على لا عودة إلى الوراء. احنا علاش قبل قلنا في ربط مع الكلام اللي قلته قبل، علاش قلت قبل بورقيبة قائد الثورة التونسية الحقيقية؟ لأنه بورقيبة الله يرحمه ثار على كل القوانين البالية وعلى القوانين الرجعية وسن قوانين جديدة وتشريعات جديدة في البلاد اللي هي تتماشى مع الوقت اللي هو فيه، تتماشى مع الزمن اللي هو فيه. دونك باش نحكيوا على ثورة حقيقية، ثورة عقول على كذا، دونك الثورة يلزمها تنطلق من القانون، يلزم الساعة ثورة قانونية شاملة، مراجعة قانونية وتنقيحات وتغيير لما لا لعديد القوانين البالية. ما نجموش نحكيه على لا عودة إلى الوراء وإحنا نحتكمه إلى قوانين ما وراء الوراء. دونك أنت اليوم تنجم تعمل ثورة على شان معناها جوريديك، معناها أنت تعمل ثورة قانونية تتخلى على القوانين البالية إلا ما عادش تجدي ولا تنفع ولا تسمن من جوع، وتسن قوانين جديدة تتماشى مع الوقت الحالي، ومن بعد تلزم الشعب التونسي انه يطبق القوانين هذيك، وتلزم القضاة انهم يطبقوا القوانين هذيك، وتلزم كل المنظومة بكلها، الشعب وحكومة وسلطته كل شيء، انهم يلتزموا بالقوانين هذيك الوضعية اللي عملتها انت. لانه القانون راهو قانون بشري في نهاية المطاف، صاغه بشر، ما ينجمش يكون صالح لكل العقود ولكل الازمان ولكل القرون. راهو هذا القانون اللي احتكموا له توا عنده اكثر من يا معلم، شوف معناتها 1913 اكثر من 110 عام، معناها أكثر من 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 قرن وعقد من الزمن اللي حاكموا به توا الأستاذ عبير موسي. ونعاود نقولها، اللي قبل فرانسيس كانوا يحاكموا به في مناضلي الحركة الوطنية اللي قاعدين يحرروا في تونس ويعدموا فيهم من خلال هذا الفصل، من خلال تطبيق هذا الفصل. وفهموا وحدكم المجاز الصيغة المجازية دي والمقارنة اللي عملتها هذه اللي هي واضحة للعيان. هذا الجزء الثالث اللي حبيت نحكي فيه.
دونك انا راجعين تو باش نتابعوا مع بعضنا. باش يكون معنا تو على المباشر سي سامي الدبوسي، نجل المرحوم الشهيد جيلاني الدبوسي. الا تم اغتياله الدكتور جيلاني الدبوسي من طرف الدوله التونسيه اثناء حكم الاخوان، ولا اليوم رجع موضوع حديث بدليل انه الامم المتحده ادانت الدوله التونسيه بشكل مباشر في ضلوعها في عمليه اغتيال الجيلاني الدبوسي. أنا على المباشر سي سامي الدبوسي، نجل المرحوم الشهيد جيلاني الدبوسي. إلا مؤخرا كما كنت نحكي رجع الملف نتاع جيلاني الدبوسي للإعلام التونسي، للساحة الإعلامية، في مواقع التواصل الاجتماعي بعد القرار الأخير أو التقرير الأخير للأمم المتحدة إلا أدان بشكل رسمي الدولة التونسية في ذلوحها أيام حكم الإخوان في اغتيال المرحوم جيلاني الدبوسي. معنا مباشرة ابن سي سامي. مرحبا بك سي سامي. مرحبا سي عبد السلام، مرحبا بالمجتمعين. يعيشك سي سامي. اليوم كما قلت رجع الحديث على موضوع الوالد الله يرحمه وينعمه، وكنا اول من الحقيقه فتح الملف نتاعو اعلاميا او حتى سياسيا. الاستاذه عبير موسي هي تقريبا السياسيه الوحيده اللي خذت الملف هذايا اون شارج وواجهتهم في وجوههم تحت قبه البرلمان 10 دقائق. دونك نبداو قبل كل شيء سي سامي، شنو الجديد في ملف جيلاني الدبوسي؟ شنو هالتقرير هذايا مفاده وشنو هي التفاصيل؟ هو مش تقرير، هي هو تصريح بالحكم. وقع إدانة الدولة التونسية في المعاملة من حجزه حتى تعذيبه حتى الموت لمدة 30 شهر للوالد دكتور جيلاني الدبوسي بدون احترام الإجراءات القانونية، وخاصة بدون احترام الملف الصحي. وقت هو وقع حجزه وقت الباجي قائد السبسي، وقتها كان رئيس حكومه ولازم خروي الشابي وزير العدل. دونك وقع حجزه نهار 8 اكتوبر 2011، ثم وقت خذاو الخنجيه الحكم بعد الانتخابات بالطبع منصب مرزوقي رئيس دوله وبردين بحيري وزير العدل وعبد اللطيف مكي وزير الصحه، خذاو الملف ونكلوا به وعملوا اجتهاد كبير ياسر في المعاملات التعذيب الممنهجة أكثر من 25 شهر. لذا نحن شكينا بالمحكمة الابتدائية بباريس ضد الأشخاص، وكذلك في 2019 شكيت عند الأمم المتحدة الهيئة العليا لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بجنيف الا ضد الدوله التونسيه، خاطر هي الامم المتحده ديما تنظر ضد الدوله ما تنظرش الاشخاص. لذا بعد 4 سنين من التحقيق وبعث مراسلات للدوله التونسيه باش تجاوب على بعض من النقاط، الدوله التونسيه لمده 4 سنوات انكرت الطلبات للامم المتحده ونفت كل شيء بدون حتى روبة. لذا الأمم المتحدة قررت وأدانت 100% في الاغتيال السياسي للدكتور جيلاني الدبوسي من طرف الدولة التونسية ومن طرف أشخاص استعملوا أدوات الدولة التونسية باش يحجزوا يعذبوا حتى الموت لمدة 31 شهر بدون لا بطاقة إيداع ولا احترام قرارات محكمة التعقيب اللي قررت ان السيد هذا ما عمل حتى جريمة لازم تتيبوه، وهما شافوه كرجل سياسي سعيد كان ينجم بعد الثورة هو كان مش يعمل في الحزب نتاعو السياسي، كان ينجم يقرب عليهم الطرح وهما ما ساعدهمش، خاطر الراجل دكتور جيلاني الدبوسي كان يعرفوش العباد، هو في السياسه من عام 75 كان مجد نواب وقت بورقيبه وقت بن علي، وكان مدافع شرس خاصه في المناطق المنسيه من الجنوب الى الشمال للتطور الاقتصادي اللي هو تدخل في المنظومه الاقتصاديه التونسيه. وهذا اللي خلاه جعل اللي باجي واصدقائه مع الغنوشي قرروا باش يمنعوا الدكتور جيلاني الدبوسي باش يعمل حزب بتاعه، ولذا عملوا بروباغندا وعملوا منهجيه كبيره باش يمسخوا سمعته ينكروا به ويحزوه ويعذبوه ويقتلوه.
به كل الامم المتحده اقرت لاول مره في تاريخ تونس هذا فوز كبير في الحق اللي مالوغوزمون الدوله التونسيه مدانه في الاغتيال السياسي للدكتور جيلان الدبوسي. باهي سي سامي كان ذكروا بالاسماء المورطه كما عبد اللطيف المكي، يعني كان فما اسماء تتقلد مناصب وزاريه في الحكم انذاك من طرف الاخوان، كان ذكروا بهم المشاهدين. المتهمين الاساسيين هما منصف مرزوقي اللي هو كان رئيس الجمهوريه واللي كان زميل الدكتور جيلان دبوس، قراوا بعضهم في كليه الطب في ستراسبورغ. هذا اللي مدة اكثر من 3 سنين يغزر في الدكتور جيلان دبوسي صديقه وزميله وحسب روحه حقوقي اللي هم قاعدين يعذبوا فيه عرق بعد عرق وقاعد يتفرج. دونك هو الاول كرئيس جمهوريه خاطر كان ينجم يتدخل، خسر عنده التقارير الكل. وعبد اللطيف مكي وزير الصحه مع المستشار نتاعو المكلف بالمهمات الخاصة للوزير خارج الفراغ الرسمي دكتور مونغرونيسي، ثم نودين بحيري وزير العدل مع الطبيبة المرنقية اسمها نادية هلال المستشارة لنودين بحيري، هذوما مع سمير ديلو طبعا وزير وقت حقوق الإنسان. معنا واحد يضحك وعنده الملف وعمره ما تكلموا عليه وعمره ما دافع عليه، فكذوما كونوا وفاق كونوا مجموعة مورطة في التعذيب الممنهج أكثر من 2.5 سنين وهم يعذبوا فيه يقتلوا فيه هو بريء حتى الموت. سيبوه بابا خرج نهار 8 ماي 2014 3 4 ساعات قبل ما يموت بعد ما عرفوه اللي هو معناها أنتر بارونتيز خرج في الروح، سيبوه فيسا فيسا. ولكن نحن شكينا وهذوك هم المتورطين، وتوا في الامم المتحده الادانه نتاعهم عطاو 180 يوم للدوله التونسيه باش معناها تسرع في ال كيفاش نقولوا في التحقيق الجدي مع هذوما الاشخاص اللي اغتالوا الدكتور جيلان الدبوسي. ان شاء الله ان شاء الله تكون ثم تحقيقات جديه، وان شاء الله يؤخذ الملف بمحمل الجد من الدوله التونسيه، خاطر هذا التقرير كما كنا نحكيو 4 سنين من التقصي كما كنت تقول سيادتك سي سامي، دونك الناس كل تعرف دايور هي راهي ما عادش توا معناتها مخبيه قضيه الدكتور جيلان الدبوسي، الناس كل تعرف اللي هو تم اغتياله في تونس. للاسف الشديد الشعب التونسي الكل ولا على علم بالملف هذا الا الدوله التونسيه واجهزتها، ما فهمتش علاش ما حلتوش ما تحررتش فيه يا سيدي حتى بعد حكم الاخوان، معناها خلاف يمكن السياسيه الوحيده الاستاذه عبير موسي اللي طرحت الملف هذا، ما سمعناش اصوات اخرى تكلمت على ملف جيلان الدبوسي. صحيح الاستاذ عبير موسى الوحيده اللي كانت عندها الشجاعه، نذكر مليح في مجلس النواب وقت حكومه الياس فخفاخ كلمت وواجهت عبد اللطيف مكي وقت انا شاكي مع شوقي طبيب اللي هو راهو عنده تتبعات عدليه في فرنسا ودوليه، ما ينجمش يكون يدخل في حكومه الياس فخفاخ خاطر عنده شبهات، ولكن بالرغم الملف هذايا ليس فخفاخ خلاه وزير الصحة. وعبير موسي معناه في لمدة 10 دقائق تاريخي وقت في مجلس النواب الوحيدة اللي كانت عندها الشجاعة باش تدين عبد اللطيف مكي في مجلس النواب و تندد بأن راهو الناس هذوما ما همش ملفاتهم ما همش نظاف راهو عندهم تتبعات. لذا التقرير الإدانة تاع الأمم المتحدة ضد الدولة التونسية ما يلزمهاش تتعاود مع الأستاذة عبير موسي اللي هي بيفرج عليها، يلزم معناها تخرج كوت كوت على خاطر ما يلزمناش نعاود نعمل ظلم إحنا. أنا شنو الخلاصة تاع الإدانة هذه؟ يلزم معناها تو الدولة التونسية تاخذ التنديد هذايا بالإدانة هذه بجدية وما تكررش تعمل الغلطه اللي عملوها العشريه السوداء الاخرى اللي هي بون نحن السلطه هذه ما عندها حتى دخل في الملف جيلان الدبوسي، ولكن لازم تتلهى توا ما يلزمش تكرر عمله اخرى اونتر بارونتيز كيما مع الاستاذ عبير موسي اللي هي مظلومه. اللي هي اليوم صحيح قاعده تتعرض لمظلمه كبيره برشا وتنكيل يوما بعد يوم.
ان شاء الله على كل حال ان شاء الله ربي يفرج عليها وان شاء الله تخرج في اقرب الوقت، على خاطر فما حاجات مش معقوله وما يلزمش تتكرر. اليوم الملف دو اغتيال جيلان الدبوسي يلزم ياخذوه بعين الاعتبار السلطه هذه ولا اللي جايه يعني، وخاصه يلزمها توا عندها التيماتوم باش ترد الاعتبار للاغتيال السياسي الدكتور جيلان الدبوسي، باش نرجع ونحن توا دوله حقوق وحريات، وهذا هو المنهج اللي يلزمنا ناخذوه. ما يلزمش نكرروا المظلمات كما تظلم الدكتور شيرين دبوس، ما نجموش نظلموا لا عبير موسي ولا انسان اخر مظلوم. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا، يعطيك صحه، شكرا ليك على تواجدك معنا وعلى اللقاء. ان شاء الله معلومه به، ان شاء الله يعطيك الصحه، وان شاء الله ياخذ حقه وتاخذوا حق الوالد ان شاء الله، وشعب التونسي ياخذ حقه لانه مظلمه كبيره تعرض لها وعمليه اغتيال الناس كل ولا تعال بالها بها. شكرا ليك. خلاص يا سي عبد السلام، خلاص راهو ما ضاع حق ما وراه طالب، هذا هو نحبه انا لو ميساج العنوان نحب نعطيه للشعب التونسي وللناس الكل، راهو اللي عنده حق هذا هو الظلم جولة والحق جولات. يعطيك صحة سي سامي، شكرا لك، شكرا على كل هذه التفاصيل، يعطيك صحة. هكذا كانت ردود السيد سامي الدبوسي نجل المرحوم جيلاني الدبوسي الشهيد اللي تم اغتياله بشكل رسمي من طرف الدولة التونسية أثناء حكم الإخوان. وشكرا لسي سامي الدبوسي نجل الشهيد على اعترافه أو على رد اعتبار للأستاذة عبير موسي التي كانت أول من طرح وأول من ندد بما وقع وأول من دعا إلى محاسبة الأطراف المورطة والظالعة في اغتيال المرحوم جيلاني الدبوسي أثناء تلك الجلسة الشهيرة في البرلمان التونسي اللي كنت نحكي عليها بكري. دونك نتعداو للموضوع الموالي اللي باش نحكي فيه، اللي هو مسألة زيت الزيتون. زيت الزيتون في تونس إلا ولات فريمون، معناها حكينا قبل على البنان، حكاولنا الدولة حكيت على البنان وتسعير الموز بخمسة دينارات الكيلوغرام كان تتفكروا، توا كي تمشي وقلنا لكم قبل توا تحت معناها على مرأة ومسمع الجميع، السلطة التجارة السلطة الدولة تجد تلقى كيلو البنان ب 15 دينار 12 دينار 13 دينار كل قدير وقدره 16 دينار وصل حتى ل 17 دينار في عديد الأماكن، اللي هو نورمالمون تسعيرة الدولة تكون سارية المفعول لليوم التوا. دونك تسعيرة متاع البنان هيكم شفتوها، ما هو هذا راهو تعرف شو يعمل هذا ولا هذا راهو يسقط ثقة التونسي في الدولة التونسية في الدولة متاعه، يسقط ثقة الشعب في الدولة وبالتالي يسقط هيبة الدولة، انه نخرجوا نعطيو قرارات زعما جديه وفارم ومسكره وسيحاسبون وسادرشنو ودرشنو وذوكم، ومن بعد نلقاو كيلو البنان يتباع ب 12 وب 13 دينار وب 10000 وب 14 وب 15 وشفتوه لكلكم. فانا هي هيبه الدوله اللي نحكيو عليها، الدوله الا تاخذ قرار وما تتبعوش، ولا الدوله الا تاخذ قرار دون اي دراسه من قبل ما تعمل حتى اتيود. بالضبط هذا اللي صاير توا في زيت الزيتون وفي الزيتون في تونس. دونك باش نحكي لكم، هو سي تان ديليم راهو ايتيك اكثر من واحد، معناها مشكله بالحق اخلاقيه ولات علاش، ومشكل ولا بين الاطراف الكل نتاع المجتمع التونسي بين عديد الاطراف. زيت الزيتون تو تسمعوا لكلكم اللي هو تم تسعيره ب 15 دينار لتر، يعني ديجا ب 150 دينار، هذا اللي شفناه ما نزل بشكل رسمي، معناها التوانسه يعتقدوه رسمي، اللي هو السلطه والحكومه سعرت زيت الزيتونة ب 15 دينار اللتر. دونك اليوم كي تمشي تشريه انت اليوم والبارح نشريو فيه بقداش تشريو فيه، فما شكون فيكم يشريه ب 15 دينار اللتر وب 150 دينار الديك، حتى يبيعوا فيه ب 200 210 220 يعني ب 20 لتر 21 22 دينار كل بلاصة كيفاش. دونك على الاقل نحكي على البلايص اللي احنا فيهم لهنا اللي ريناهم به. اي لهنا المشكل وين؟ كيما قلت لكم دو فقدان المواطن التونسي في ثقته في مؤسسات الدولة، لأن مؤسسات الدولة تعلن على سعر وتمشي أنت للسوق تلقى سعر آخر، تمشي للمعسرة تلقى سعر آخر. دونك لهنا ولات فريمون مشكلة بالحق، معناها ولا ما عادش يصدق المواطن التونسي الكلام اللي قاعد يتقال من طرف السلطة، وهذا مشكل كبير برشا أنه يفقد الشعب معناها ثقته في الحكومة متاعه. دونك لهنا ما عادش ينجم يصدق حتى شيء آخر الشعب التونسي راه،
وهناها لانه الساعه قبل كل شيء باش نحكيه توخت، فما برشا فلاحات ذرت، فما برشا اطراف ذرت. باهي هنا الحديث على تسعير معناها ماده معينه في بالي هو ما انت اكيليبر ما بين العرض والطلب، في بالي تقع ايتود ودراسه كامله واخذ بعين الاعتبار العرض والطلب اكسترا اكسترا، خاطر توا الحاجات التصريحات اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا والتحليلات اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا وكانه عندنا اقتصاد شيوعي احنا، معناها وضحوا لنا تعرفوا ايش معناه اقتصاد شيوعي. اقتصاد شيوعي يعني احنا عندنا اكتفائنا الذاتي في كل شيء واحنا نصنعوا في كل شيء، ومعناتها احنا عندنا كل شيء من عندنا، ماناش قاعدين نجيبوا في حد شيء من برا ونحكيوا وقتها على تسعيرتنا كيفاش ونناقشوها وكذا. دونك احنا هذا سي با الكا، ماناش نحكيوا على اقتصاد شيوعي احنا توا في البلاد، لا احنا توا هاكم تشوفوا مرهونين بكل شيء في الخارج، كل شيء مرهونين بيها احنا البر. دونك هل ان وقعت ايتود ولا خاطر توا برشا برشا فلاحه اتصلوا بيا مثلا من سيدي بوزيد من قروان من برشا اماكن فلاحيه ولايات فلاحيه يقولوا لي راهو احنا اذا كان احنا خذرناها، مش معناها خذرناها معناها احنا الاراضي نتاعنا خذرناها للناس، الزيتونه عندهم شهرين من تخذروا وشهر ونص اكثر من تخذروا، يقول لك احنا خذرنا 300 زيتونه هذه بالمونطون هذا على اساس الزيت الديجا ب 250 دينار. دونك فما ناس خذت فلوسها وخذرت المستثمر ولا الفلاح اخر وصرفت فلوسها اللي خذتها وكذا وكذا، توا بعد التسعيره هذه وبعد الحديث هذايا ولات مشكله ما بينه وبين اللي خذر من عنده، يقول لك يا اخي يعني شنو ذنبي زاد كيف كيف اذا كان الزيت طاح سوم ولهالدرجه هذه ولا باش يطيح سوم ولهالدرجه هذه، يعني شنو ذنبي معناها نكريه من عندك نخذره من عندك الغرس نتاعك بمليار ولا بزوز مليارات اوركو اني كي باش نجمعوا الكل باش يدخل لي اقل من مليار، باش نجمعوا ونبيعوا ولا نرحيه زيت ونبيعوا زيت باش يدخل لي اقل من مليار، ودونك وعنده يد عامله وعنده تعرفوا المصاريف انت تتابعه للجني معناها الجني زيتون. دونك هنا ولات مشكله بالحق بين الاطراف الكل، تخلقت مشكله توا واحنا الهدف نتاع الحكومات هو ليس خلق مشاكل بين الاطراف المجتمع التونسي، لا احنا هو لا ريزوليسيون دي بروبليم، احنا توا لوجو على حلول المشاكل مش باش نزيدوا نعمقوا المشاكل. دونك لهنا ان فيغيتابل بروبليم سي تابلي، معناها مش عادي شكون مش الفلاح متضرر اللي خذر متضرر، فهمتني؟ تقول لي انت المواطن صحيح منتفع المواطن لكن هو ما لقاهاش ال 15 دينار، ما لقاش ايتر تزيد ب 15 دينار في بلاده، دونك كلام فارغ طلع ولا شيء الحكايه، معناها شنو هذا الكل، شنو هالتذبذب هذا في المواقف وفي الـ في الـ في الاراء، شنو يرجع شنو يتسمى به. نمشي للموضوع الاخر ما نطولش اكثر الليله هذا المساء بلوتو، نمشيو للموضوع الاخر اللي هو الترشحات والانتخابات الحاليه. والله العظيم حكينا شويه في 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 مناسبات سابقه على النسب وعلى الاقبال والعزوف والاقبال الضعيف جدا اللي يعمل العار على الترشحات وعلى الانتخابات هذه بشكل عام. نحب بعض النماذج ريتوها انتوما البارح وعملت بوليميك كبيره الحقيقه، ما كنتش نتوقع انه بون اني شخصيا كنت نتوقع اما نسبه كبيره من الشعب التونسي ما كانش تتوقع انه مستوى انتخابات في تونس ومستوى مجالس جديدة هي اللي يحكيوا عليها تو في تونس يهبط الغادي، معناها راهو له تمقعير له احتقار اللي باش تشوفوه توا ولا حتى شيء من القبيل هذا. احنا في بلادنا نرنو كونه الكفاءات تدير دواليب الدولة، نرنو انه ال 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 الناس المتزنة الناس اللي عندها ما تقول في رواحة، الناس اللي ضالعة في القانون، الناس اللي ضالعة في السياسات الاقتصادية، الناس اللي ضالعة في السياسات التنموية هي اللي تشد المقود في بلادنا. أما باش نشوفوا مستوى كيما هكا خنشوفوا مع بعضنا، تعرفوه أنتم السيد اللي مترشح توا على نفزة تقريب على معتمدية نفزة مترشح للانتخابات الجديدة هذه اللي شفتوه مع علي الشابي قبل، تفرجوا توا هذا هو مترشح وهنا راجعين، تفرجوا وهنا راجعين. السلام عليكم، محمد أمين الجميلي رقم 2 مترشح على معتمدية نفزة عمادة نفزة الغربية. أهالينا في نفزة الغربية نحب نقولكم اللي أنا ترشحت على المجالس المحلية قصدي أني نخدم البلاد ونخدمكم أنتوما ونحاولوا أنهم نحسنوا من وضع البلاد. حبيت نفكرها بطاقة تعريف باش ترجع هي باش زعما باش نهبط فيها بطاقة تفتيش، باش نكذب عليك؟ شو أنت؟ باش نهبط فيها بطاقة تفتيش عند مركز الشرطة. خاطر قالوا لي جماعة الشرطة كي ماي مرتك قايت على الزدق كانت تصير فيها أقل حاجة تموت ولا حاجة أنت المسؤول عليه. خوفتني الوقت هذاك. وأما هي رجعت لها بطاقة تعريف من غير ما نعرفني. أنا
حسب اللي فهمته انه العلاقه بين ام محمد امين وبشرى باهي ولا انا غلط؟ يعني علاقتي معاها وقتاش وليتو صاحب انت وياها؟ وقتاش وليتو صاحب انت وياها؟ بعد ما حطمتيني انا وليتي صاحب انت وياها؟ بعد ما عركت على خاطرك وقداش من مره نتعاركنا وياها ونوصل للمركز وندافع عليك عندها وليتي انت وياها صاحبه؟ هاي تكرك وتقول عليك صاحبه هي امك شنو المشكلة؟ هاي تقول عليك في كلام مشو. هاي قالت لي عليك كلام مشو. نورمال. هي انت وياها صاحبه علاش نهار اللي ضربتك ما حزتش عليك مال؟ محمد امين. علاش انت قاعد بشوية قاعد تشعل فيها نار بين امك ومرتك ولا شي حكاية؟ مش نشعل فيها هذاك الواقع. ودي جاي تصالح وتسامح تشعل في النار؟ هذاك الواقع سي بين امك ومرتك يا راجل. اي هذاك الواقع. على الاقل اسكت ما تقولش. ليه الواقع ولو صحبه بعد معناها ما كل شيء فاق. ما استر ما استر الله. وقت تفهمت انت وياها على الطلاق معناها وليتوا صحبه. اقتنعت هي تقول لك سي هذاك باش تطلقه وليت انت وياها صحب. علاش ما كنتوا الصحب قبل العرس ولا نهار اللي هبطتك النفزه وباش نعرس بيك والشرطه تحصر فينا؟ نسيتيها هذيك؟ مش كنت صحبه الوقت هذاك. بشرى جاوب. انا ما عندي ما نجاوب رسمي انا قسما بالليل يحكي فيه هذي الكل. رئيس المركز موجود شدنا وقتها في الليل. شدكم وين؟ شدنا في الليل ونحن هاربين. ايش جاني هنا؟ استنى وين شد؟ شدنا في البلاد غاديك وقت اللي هبطت هنا لامه ومشيت قلت لها باش نقايد الصداق. امه كلمت علينا الشرطه وهربنا نحن في لواج نتاع رضاها. هذا يا جاي فوضى من انت. اي به قيس وليلى معناتها روميو وجولييت حب لا يرى الشمس في الليله. يا ليتو كان جاي في الشمس. اه يا روميو والله العظيم يحصر فينا رئيس المركز يسال كيف وصح موقف. ياك شبيهم عليك اعوان الامن انت البوليسيه. ما يتحرش فيها مم علي. عندك مشكله معاهم؟ يتحرش فيها مم علي وقتها رئيس المركز احسن كونجي وشاد في بلاصته عبد الله. ولا رئيس المركز. كل كلمه برئيس المركز. ايوه شنو قولكم؟ شنو قولكم معناه؟ والله العظيم والله لا هو من باب السخرية ولا هو من باب التهكم على الشخص ولا حد شيء. ما عناش احنا هذي في اخلاقنا ما عناش، ما نتهكموش على العباد. لكن شنو يوحي الشيء هذا؟ تونس بخير. معناه الغرفة الأولى متاع الانتخابات الأولى اللي تعملت، شفنا النتائج الكارثية متاعها. شفنا صراعاتهم وشفنا خلافاتهم وشفنا هذا الكل وشفناه وحكينا عليه. دونك تو باش نفرزوا غرفه ثانيه من الاول بالانتخابات ومن بعد بالقرعه والفضايح هذيك كلها ونشوفوا هذوما مترشحين. تعرفوا راهو امثال السيد اللي باش يترشح هذا راهو اذا كان يترشح وحده على معتمديته يطلع اوتوماتيكمون. ماكم ريتوا الفضايح نتاع الغرفه الاولى انتخابات الغرفه الاولى كيفاش الناس طلعت وشكون طلع وشكون ما طلعش. دونك هذا راهو عنده شانس انه يطلع راهو هذا ولا كيفو عندهم شانس انهم يطلعوا. مع احترامي للشخص ما نتهكمش على العباد، ما نسخرش من العباد. لكن هذا تونس شنو هذا شنو طالب الشعب التونسي؟ لا الشعب يريد هكا الشعب التونسي؟ هذا شنو يريد الشعب التونسي؟ في الاخر في نهايه المطاف طلعنا نحبوا هكا؟ نحبوا معناها انتخابات هكا ومجالس هكا وشيء هكا؟ مع العلم انه حتى حد ما سمع بالانتخابات هذه، معظم الشعب التونسي راقد، ما يعرف حد شيء ومش راقد رافضها كاتيجوريكمون. فما اللي تسأل يقول لك مانيش فاهم التو القانون الانتخابي هذا، مانيش فاهم الانتخابات هذه لشنو تصلح، مانيش فاهم المجالس هذه لشنو تصلح، وما عزوف تام معناها حاله عزوف تام. اليوم اليوم الثاني من الحمله من انطلاق الحملات الانتخابيه، اليوم ما فما حد شيء. دونك بالحق معناها عزوف كلي وتام. دونك انتخابات فاشله من بابها من قبل ما تصير. بون ما نطولش عليكم اكثر من هكا، هيكم شفتوا عينا، ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه لكم الناس الكل. ومواعيد قادمه ان شاء الله تربطنا ببعضنا على المباشر. بارتاجيو قد ما تنجموا الفيديو نتاعنا، بارتاجيو قد ما تنجموا نقاطنا التنويريه المباشره هذه،
غدوة إن شاء الله أخبار جديدة، نكونوا على المباشر إن شاء الله في الليل، باش تكون فما أخبار جديدة إن شاء الله غدوة وبعد غدوة، وباش تكون فما ندوة لهيئة الدفاع عن الحزب الدستوري الحر، يا إما يوم الثلاثاء يا إما يوم الأربعاء على أقصى تقدير، باش تشوفوا فيها برشا معطيات جديدة. إن شاء الله في انتظار ذلك نسمعوا الأخبار الجيدة وأخبار طيبة إن شاء الله في انتظار الندوة هذه. مع بعضنا إن شاء الله في كل الحالات باش نكونوا مع بعضنا على المباشر، تنوير متواصل، النضال متواصل. يعطيكم ألف صحة على مرابطتكم، على رباطة جيشكم، على استماتتكم في الدفاع على حزبكم، على استماتتكم في الدفاع على رئيس حزبكم، على استماتتكم في الحديث عن ملف المظلمة إلى قاعدة تتعرض لها رئيسة الحزب الدستوري الحر. نختم بهذا النغم لفناننا الكبير محمد بوستة، الصوت الرائع والكلمات الراقية والكلمات. اسمعوا مبعثكم. وهرو جد وزين وقبول لهم صلي على